مشاهدينا بنوصل للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليوم من بتحلى الحياة، وبنستقبل دكتور ديزيري أزي. أهلا وسهلا فيك دكتور. هاي. معنا اليوم بتحلى الحياة ختام ومسك معك مع أخبار غير شكل. اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم بما أنه بلشنا الربيع وهلأ في كتير عالم ببلشوا يهتموا بالجاردان تبعهم وبوياتهم اللي ببلشوا يزهروا، حبيت أنه نحكي شوي عن إيكو فريندلي تيبس هيك هينين كتير بيقدروا يساعدونا حتى نحن نكون نحترم البيئة شوي، حتى لو عنا بو صغير أو جاردان صغير قدام بيت. أكيد هلأ مش مطلوب أنه نعمل كل شيء، أكيد بدي أشدد على هذا الشيء، بس حتى في إذا في شغلة فينا نعملها بتعمل تغيير، يعني مش ضروري كل شيء، مش ضروري نعمل ستريس إذا ما عم نعملهم كلهم، بس أنه مينيموم إذا فينا نعمل شغلة قليلة ليش يعني لا، شغلة صغيرة ممكن تعمل تغيير. فرق كتير كبير. صحيح. وإذا كل الناس بتشارك بهذا الموضوع لا شك أنه بيعمل فرق. أكيد إن شاء الله يعني يقتنعوا بوحدة من اللي رح نقوله. هلأ أكيد أهم شيء اللي أنا وعطول بقوله أنه العالم وقت اللي بدنا ننقي البلانت اللي بدنا نحطها بالجردان أو بالبيت، قد ما فينا ننقي بلانتات يكونوا شوي هيك هن أدابتي شوي على المناخ اللي نحن عايشين فيه. أكيد النباتات اللي عايشين بلبنان أساساً كتير بيقدروا يعيشوا بسهولة بقلب بيوتنا وبالحدائق تبعنا، لأنه معودين على هذا المناخ ومعودين على الأمراض الموجودة عادة. إذا نحن حبينا نجيب قصص إكزوتيك بليز أنه نتأكد شوي قبل بوقت أنه هي رح تعيش، لأنه فينا نزعل بعدين، لأنه في كتير منهم ما رح يعيشوا، بدنا نضطر كتير نعملهم تريتمنت وكتير نهتم فيهم. فأكيد البلانتس اللي معودين على مناخنا هن البلانتس المفروض ننقيهم أول شيء بريوريتي، يعني مش لأنه شكلها حلو ننقيها، يمكن تواجه صعوبة كتير ونحن يكون عنا كتير أفورتس نعملها حتى تقدر تعيش بسهولة. هلأ في شغلة تانية كتير مهمة، هلأ بنشوف الصور المالشينج. أنتوا إذا نحن بنسافر كتير لبرا أوروبا أمريكا تنتبهوا أنه بقلب الجاردان تبعهم بيحطوا كتير هيك مثل كوبوبوا، يعني مثل شوية خشب، أو بيحطوا يمكن وراء من اللي وقعوا قرادي بيقصقصون هيك وبيكبون بكعب الزهر الورود تبعهم أو الشجر تبعهم. هيدا المالشينج في منه كذا لون. هلأ هو لشو بيفيد؟ أكيد بنحطه نحن حتى بقلب البو بيقدر يزبط، يعني بنقدر نحط منه بقلب البو، أكيد بينشرها من المشاتل. وإذا نحن عنا قرادي جازون أو عنا يعني جنينة صغيرة، بدل ما نكب الوراء تبعنا فينا هيك نقصقصهم نفرمهم. كرمال شو الرطوبة يعني أو شو؟ هي بتحبس الرطوبة، يعني نحن بنحطها بقلب البو على كعب حد الجذور، هي بتحبس بتحبس الرطوبة بهذا البو، بتمنع أنه تتبخر المي، يعني إذا كان النهار طويل مثلاً في كتير شمس مثل بالصيف عنا ما بتعود المي تتبخر بكتير سهولة. أوكي سو نحن مثل كأنه أنه بنصير بنسقي أقل، يعني بنكون إحنا عم نترك مي أكتر، وأكيد بطريقة طبيعية بنمنع أنه يطلعوا الأعشاب يلي هن منهم كتير منيح للبلانت تبعنا. فنحن بنكون بطريقة غير مباشرة عم نحد من نمو النبات اللي هو منه منيح للشجرة تبعنا أو للنبتة اللي نحن حابين أنها هي تعيش لنا. وهيك إذا ما قدرنا كثير عتينينا فيها يعني لحالها هيك بنعتني فيها بطريقة طبيعية أحسن ما نضطر يجي نهار وبدنا نشتري نحن انسكتيسيد أو نشتري دواء يعني نرشه حتى نساعدها تتخلص من هون النباتات. إذا حطينا بس هيدا الملش بيصير فيه على التراب مثل هيك كوش صغيرة بتمنع أنه ينمو غير نباتات يعني على الوجه تبع الأرض. هلأ هيدا أكيد اسمه مالشينج وبتلاقوا منه من كذا أنواع وكذا ألوان، يعني إذا حدا بده استاتيك كمان كوتي استاتيك فيكم تغيروا ألوان، يعني بيصير جون روج، يعني حسب الحدا شو عباله يكون اللون، نقدر كمان نشتغل على الاستاتيك بالخبرية. هلأ بما أنه حكينا ندفع عن المي، مهم كتير لقلي أنا السقاية، كتير بقوله وبرجع بشدد عليها كتير إنه الوقت اللي بنسقي فيه كتير مهم. يعني العالم في كتير منهم بيسقوا بنص النهار، يعني الظهر مثلا بتوعى بتاخد الناس كافيه المدام وهيك تقعد تطلع الشمس تطلع بتسقي. ما لازم نعمل هذا الشيء، بنشف دغري تتبخر المي دغري بسرعة، يعني نحن بنكون عم نستعمل أكتر بكتير مي مما لازم نستعمل أساسا. فكتير مهم إذا نحن مش قادرين نوعى نطفي بكير، يعني هو منيح قبل ما تطلع الشمس، يعني 6 الصبح 7 الصبح نسقي هيك نحن بنعطي وقت للنبتة تاخد المي وبعدين الباقي بيتبخر. أو عشية مثلاً، أو عشية، بس عشية في خطورة صغيرة. ليه؟ هي إنه المي عشية إذا حطيتها مثلاً أنا على 6 7 رح تضل المي لتاني نهار لتبلش تتبخر، يعني في كتير فطريات معقول تنبط بهيدا، يعني ايه بيصير في خطر اكثر انه نجيب نحن فطريات على النبته تبعنا. فالصبح احسن هيك بنترك المي ساعه ساعتين على النبته تبعنا وبعدين بتتبخر لانه بتطلع الشمس يعني طبيعيه. يعني هي البلانت بالنهايه بيشبهوها مثل البيبي، يعني بدها عنايه، بده واحد يعطيها افار زياده يوعى كرمالها يهتم فيها. اكيد اكيد، ولازم نجرب يعني نسمع لها لانه هي بكذا محلات بتكون هي عم تجرب توصلنا مساج انه بيصفر اوراقها مثلا بتدبل هيك، هول منهم انه مساج انه هي طلع عبالها انه تصفر، لا هي يعني عم توصلنا مساج انه هي بحاجه لشيء وهي بتقلنا اي متى لازم نسقيها. بس هول بدنا نتعود عليهم، يعني بدنا
اول شيء اجباري اول ما تجي البلانت اذا نحن مش معودين عليها وما بنعرفها اجباري نعطشها شوي. اوكي يعني معلش ما تخافوا انه تتركوها مثلا تسقوها هذا النهار وتنطروها جمعه تتعطش لانه انتم مهم انه تعرفوا قد ايه هي بحاجه تشرب. هي كمان كميه المي دزيري بتاثر لانه اوقات اذا بتعطيها مي زياده بتحس انه كثير مي الزياده عليها وقليل المي كمان مشكل. اكيد اكيد بس كثره المي خطره اكثر من قله المي. يعني حتى اذا نحن نسيناها على جمعه بركي بكره بنعمل حلقه عن انه اذا نحن مسافرين شو فينا نعمل يعني حتى اوتوماتيكلي تمام نتكل على الجيران لانه الجيران ايام بيكونوا مش كثير فاضيين فبكره نعمل انه كيف فينا نحن نساعد النبته تبعنا بس نسافر. بس حتى كثره المي كثير مضره يعني بتجيب امراض وبتجيب فطريات ومهم كثير اذا نحن عندنا بو انه نحن بنقشع تحت البو في الصحن الموجود اذا كان فيه مي مش منيح يعني اجباري بس نسقي انه نكب هيدا المي ما نترك النبته تبعنا عم تسبح بهول الميات اللي تحت. يعني كثير مهم هول القصص بدنا نتعود لهم بس كمان كثير بيساعدوا نبتتنا تتكون مرتاحه. بصيره بالنسبه للبلانتات يلي بنزرعهم بالبكا فلور برا لما بيكونوا متعرضين للشمس اكثر هل مظبوط انه اذا سقيناهم الظهر بتحترق البلانت؟ مظبوطة هالمعلومه ولا هلا بتحترق؟ مش ضروري تحترق. بيقولوا بتحترق يعني ليش بيستعملوا بتحترق؟ لانه بتتبخر المي منها بسرعه يعني هي والمي عم تتبخر بتقدر تاخذ معها كمان من المينرالز يعني كمان نحن بنكون مثل كانه عم نعرضها اكثر لانه تنشف من اذا ما كنا. مشان هيك نبتعد عن الاوقات اللي هن الظهر يلي الشمس فيهم كثير قويه وبتقدر تاخذ كثير يعني تبخر كثير مي. حرام كرمال النبته لان النبته بس نحن نسقيها هي مثل كانه بتنبسط وهيك بترتاح وتبلش يعني مثل كانه بالديفنس تبعها مزبوط يعني نحن بنكون مثل كانه عم نوقعها ببياج انه سقيناكي بس انه في الشمس دبري راسك مزبوط فحرام يعني نعمل هذا الشيء بنكون عم نخلق لها ستريس اكثر من انه عم نفيدها. الوقت كثير مهم انه ايمتى لازم نسقي. هلا كمان في قصص كثير مهمه انه كيف نحن بتعرفوا انتم انه في كثير عالم بيجي مثلا المن عندهم صحيح. يعني اذا انتم عندكم شجره صغيره او حيلا جاردينيا او اللي هي بيجي خصوصا الجاردينيا من مزبوط هول القصص الصغيره البيضه هلا بيقطع صوره يلي كثير عالم بدقوا بيقولوا خلص وماتت وشو بدي اعمل وكتروا كثير. اكيد اذا انا بدي اكون ايكو فريندلي لازم من قبل بوقت انتبه انه مش انه انطرها شهر بعدين انتبه انه صارت كلها مليانه من اوكي يعني لازم شوي نحن انه نكون واعيين وننتبه لها من وقت لتاني على القليل مره بجمعه نطلع نتطلع شو عم بيصير عندنا بالجردن او شو عم بيصير عندنا بقلب الباكا فلور. هلا فينا نستعمل شيء كثير ايكو فريندلي اللي هن الكابوسين. الكابوسين هي نبته كثير بحبوها المن يعني اذا انا حطيتها بباكا فلور على البلكون بيروحوا كلهم عليها وبيعلقوا لانه هي بلزق يعني بتلزق شوي فكتير من المزارعين حتى بيزرعوها بقلب المروج مثل ما هون شايفين بالصوره يعني بيزرعوها بالنص حتى المن يجي عليها ويصير اقل في خطر على النبته اللي نحن هي يعني الافضل نحطها على سطح السلامه بالجردن. اكيد تسحب كل شيء يعني هي مثل بنسميها نحن تراب بلانت يعني مثل انه فخ نحن عم نحطه للمن تحت ما يهجموا على النبته يلي نحن بدنا اياها. واكيد بهالطريقه بنكون نحن ايكو فريندلي لانه ما عم نستعمل شيء دواء تنقتلهم لهول المن بعدين. اوكي هلا في هاي الطريقه واكيد في طرق ثانيه يلي هي انه نستعمل مثلا باسيلوس اللي هو مثل البكتيريا كمان بتهجم على النبات وفينا نستعمل حيوان ثاني بياكلهم لهول المن. اها اوكي يعني شيء بريداتور ناتشورال بنسميه يعني شيء طبيعيا بياكلهم للمن. مين هو؟ بنجيبه مثل اليرنقه تبع الكوكسينال. اوكي الدوده يعني الكوكسينال قبل ما تصير كبيره بتقطع بمرحله بيكون هي اسمها اليرنقه يعني بتكون شكلها دوده. صحيح. هلا كمان بيقطع صوره كمان بينباعوا هول يحيى هون اللي فوق السوداء دونك نحن فينا نجيبها كمان ونحطها نحط اكيد بس بدنا ننتبه قد ايه بدنا نحط يعني اكيد على طول حلو كمان نقرا شوي في اكليب يعني لازم يكون في توازن باللي هي ما يصير في عندنا هجوم من هيدي مش كثير بعدين يصير عندكم كوكسينال بصير عندنا مشكله كيف بدنا نقتل الكوكسينال. صحيح. فاكيد الدوده هي وصغيره بتاكل كثير يعني الكوكسينال قبل ما تصير كبيره بتاكل كثير وبتاكل كثير من هول المن يعني نحن اذا حطيناها طبيعيا هي رح تحارب المن يلي نحن عنا اياه وبطريقه طبيعيه بلا ما نحط ادويه. اكيد الادويه هي انه اكيد بتضرنا نحن كثير وبتضر لانه بتقتل كذا نوع حشره يعني بتقتل الحشره اللي نحن بدنا اياها والحشره اللي خطره لنا يعني بنكون نحن عم ناذي عن جد بيئيا كثير خاصه اذا نحن مش بجاردان صغير يعني بمساحه كبيره هلا اكيد الجاردينيا بما انه في كثير عالم هلا كثير عم بيعانوا من هالشغله في هيك قصص تريكس صغيره كمان نعملها لانه احنا بنفتكر كثير عم نهتم بالجاردينيا فجاه بنكتشف انه فجاه تحت الورقه من قبها هيك بنشوفها كلها بنشوف قطن هيك على شكل قطن بتكون هلا هيدي اللي تحت الورقه اكيد اذا الجاردينيا صغيره كثير هي اللي فينا نعمله بنحملها مثل ما هي وبنغطسها بقلب السطل فيه مي
هن بيختنقوا بالمي ما بيحبوا. لك انتم بتقتلون اوتوماتيكلي بس رجعوا تشيلوا الجارنينا بتشوفوه من تحت بقلب الميات بيكونوا ماتوا. اكيد بعدين بنقطع وراها نحن بنجيب قطنه يما كلينكس او حالة شيء بنحط عليه نتفه الكال وبنمسح الوراق بنشيل يلي بقي على الوراق بيكون بهالطريقه خلص تخلصتوا منهم. يعني ما فينا نرشها بمي والكال؟ فينا نرشها بس احسن تمسحيها لانه بيكونوا ملزقين. يعني بيكونوا عاملين هيك مثل شيء صمغ وملزق صح. على الورقه يعني حتى تتاكدي انت لانه وحده فيها ترجع تتكاثر وترجع تعمل لك المشكله فتتاكدي فيك تمسحيهم. فاكيد اذا الجاردينيا كبيره مش رح نقلكم احملوها وغطوها او اذا مزروعه بالارض مزبوط اذا كانت مزروعه بالارض اكثر يعني بده يكون ساعتها بدنا نستعمل بيران يلي هو شيء طبيعي زوم بيجي من الارتيه اللي هي الراس الحراق يعني نحن بنسميه باللبناني. بكره بركه بنعملها لايف حتى يشوفوا العالم كيف نقدر نعملها. دونك بنجيب بس هول الارتيه اللي هي نبته بنحط فيها شويه مي وبنتركها تتخمر على جمعه جمعتين وبطريقه طبيعيه هي بتقتل كل شيء يعني بلا ما نضطر نشتري شيء كيميكلز يما شيء من السوق يضر الطبيعه. حلو كثير. على كل حال دكتور ديزيري أز لا شك انه كل التبس والنصايح اللي اعطيتينا اياها كلها مفيده وانا اكيد انه كثير من ستات البيوتي اللي عم يحضرونا استفادوا من كل هالمعلومات. شكرا لوجودك معنا ونحن ناطرينك اكيد بحلقات مقبله.